قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. منذ أن أحيل على المعاش قبل 3 أعوام، دأب برنار كورياك وزوجته كاترين على القيام برحلات إلى بلدان إفريقية عديدة. كان ذلك من أحلامهما القديمة. في العام 13 2000 قصد إلى إيطاليا، ومنها ركب باخرة نقلتهما إلى تونس. وعلى متن الكامبينج كار التي اقتنيا في السنة ذاتها التي أحيل فيها على التقاعد، جال عبر البلاد وزار المواقع الأثرية والمدن التاريخية. ثم إنهما قررا بعد 10 أيام الدخول إلى الجزائر. قال برنار لزوجته إنه ينوي التوجه إلى مالي بعد ذلك، وكان الزوجان قد تعلما كلمات من العربية يستعملانها كلما أرادا إلى تقريب المسافة بينهما ومخاطبيهما من سكان المناطق التي يعبرانها، وكان يحرصان على اقتناء ما يصادفانه من المنتوجات المحلية من مأكل أو منتوجات يدوية محلية يجعلونها تذكارات للمناطق التي يعبرانها. وكان برنار الذي اشتغل أستاذا لمادة التاريخ لأكثر من 30 عاما أكثر حرصا من كاترين زوجته على اقتناء تلك التذكارات التي يفضل من بينها ما يحيل على خصوصيات الأمكنة والناس. في هذه الحياة الجديدة لبرنار وكاترين لم يكن ما يجعلهما في نظر سكان المناطق التي يمران منها يختلفان عن سياح كثيرين ممن يستعملون الكامبينج كار سكنا وركوبا. في شتنبر من العام 13 2000، في 18 منه، كان برنار وكاترين كورياك في طريقهما من القصرين إلى فريانا يريدان إلى تبسة، وكان قد زار العديد من المدن والمواقع التاريخية في الجنوب التونسي. اجتاز الحدود بعد إجراءات معقدة وقرر التوقف في تبسة. كانت كاترين مترددة بل متخوفة من عبور الأراضي الجزائرية، ومع ذلك وحتى لا تقتل حب المغامرة في نفس زوجها وافقت على العبور من هناك. كانت الشمس قد مالت إلى المغيب لما فرغ من الإجراءات الإدارية، ولذلك قرر أن يبيت في أطراف تبسة. وبينما كانت كاترين بصدد إعداد قهوة مساء، أخرج برنار خريطته وصار يدقق النظر فيها، يريد أن يرسم مسار ومحطات رحلة الجنوب الجزائري. حدد الوادي محطة ينتهي فيها يوم غد. قال لكاترين إنهما سيمران من بير العاتر ومن نجرين وطالب العربي. كانت تلك أسماء نقط في مسارهما لم يسبق لهما أن زاراها. حاول برنار البحث عن معلومات في كراسة كان قد اشتراها من فرنسا من مدينة تولون، ولكنه لم يجد ما يستحق التوقف عنده وترك الأمر، وقال في نفسه إنه سيرى وإنه ربما اكتشف أشياء تستحق الاهتمام. كان طبع الرجل السبعيني التفاؤل. كانت زوجته تذكر ذلك كلما تحدثت عنه. انطلق قبيل الشروق. عربة الكامبينج كار التي تحملهما ومتاعهما ومع كل ذلك سنوات عمرها 20 تمشي الهوينة على الطريق. توقف في كل المحطات التي مر منها، وكان يلاحظان ذلك الاستغراب والدهشة التي تظهر على الوجوه التي صادفاها. وصل عصرا إلى الوادي وقرر المبيت هناك. تجول في المدينة متبعين المحاور الطرقية الكبرى، ثم ركن عربتهما بجوار محطة للوقود. قال برنار لامرأته إن عليهما أن يأخذا من الراحة ما يكفي، لأن المحطة المقبلة لن تكون سهلة. في سبتمبر لا تزال الحرارة مرتفعة. مساء ذلك اليوم قال إن عليهما أن يبلغا غردايا قبيل المغرب. أسر إليها بأنهما سيتوقفان في كل المدن والقرى التي سيمران منها. في توغورت أمضيا 7 ساعات ولم يغادرا إلا بعد أن تناولا وجبة الغداء.
خاطفة كانت الجولة في بليدة عمور، ومر من القطارة وبريان، وصل غرداية مساء. في اليوم التالي في الطريق إلى عين صالح لم يتوقف سوى في المنيعة. قرر بغناء وزوجته أن يمكث يومين في عين صالح، عليهما أن يأخذ قسطا من الراحة ويستكشف ما يتاح استكشافه من هذه المدينة. كان الرجل وزوجته أيضا يحبان التواصل مع الناس في المناطق التي يحلان بها. في مقهى على الشارع الرئيس في عين صالح جلس بغناغ وكاترين يريدان تناول كأس شاي. لم يكن في المقهى سوى زبونين أو ثلاثة. جاء النادل ووقف على بعد خطوة واحدة، لعل بغناغ أراد أن يظهر له أنه يعرف العربية بما معه من كلمات. طلب شايا له ولزوجته. ابتسم النادل لعله عجب لسماعه ذلك الفرنسي يتحدث العربية، وما لبث أن انصرف. التفت بغناغ إلى زوجته وابتسم. الجو شديد الحرارة والشارع يبدو شبه مقفر. انقضى من الوقت ما يقرب من نصف ساعة لما جاء النادل يحمل كأسي شاي، وضعهما على الطاولة. حديث بغناغ بالعربية شجع النادل فيما يبدو على الحديث إلى السائح الفرنسي بلا حواجز. قال له إن اسمه عباس. ضحك ثم انحنى على الطاولة وصار رأسه الملفوف بعمامة زرقاء بمحاذاة رأس بغناغ. قال له ألم تنتبه؟ وقبل أن يسأله الفرنسي أضاف معنا ابن عم لك. قالها ثم ضحك من جديد. ما قاله أثار فضوله، أراد أن يتعرف على ابن العم الذي تحدث عنه النادل. لعله لم يغب عن ذهنه أن عباس النادل كان يقصد سائحا أوروبيا أو فرنسيا على وجه التحديد والدقة. التفت إلى الجهة التي أومأ إليها النادل عباس، في الزاوية وحيدا يجلس رجل لباسه كلباس عموم الناس في عين صالح. العمامة الزرقاء التي على رأسه لا تجعله مختلفا، كذلك يبدو عن بعد. نهض من مكانه وتقدم إلى حيث كان يجلس الرجل الذي التفت لما أحس به يقترب منه. إذ ذاك فقط اكتشف بغناغ الملامح الأوروبية للرجل. بعد اعتذار بكلمات تدفقت من فمه متسارعة سأله إن كان فرنسيا. بلا تردد أكد الرجل أنه من تولوز وأن اسمه أوليفييه. صافحه بغناغ بحرارة. كان النادل يقف غير بعيد وهو يتابع هذا اللقاء. دعاه بغناغ إلى أن يتقاسم معه وزوجته طاولتهما. كان في الثلاثين، وقد علم منه أنه عائد من جولة قادته إلى السنغال وغامبيا وموريتانيا ومالي. قال إنه يسافر وحيدا وإنه يريد العودة إلى فرنسا. في نبرته ما يشي بأنه يستشعر إحراجا. بحدس الأستاذ بدا لبغناغ أن الرجل يواجه صعوبات مادية، وأنه ربما لا يملك ما يكفي من مال لإتمام سفره إلى فرنسا. قال الشاب إنه أنهى دراسته منذ عامين وإنه حاصل على ماستر في الفيزياء. ثم إنه حدثهما عن محطة مالي في رحلته الإفريقية الطويلة، وكان ذلك ما يهم بغناغ وكاترين. أليس مالي وجهتهما التالية؟ قدم بغناغ بعض المال إلى مواطنه الفرنسي لمساعدته على إتمام رحلة عودته إلى فرنسا، وادعاه على أمل لقاء قد يتم يوما ما هناك في فرنسا. أمضي يوما آخر في عين صالح، وفي اليوم التالي بعد أن تناول فطورهما غادر المدينة. قال بغناغ إن المرحلة الجديدة من سفرهما في الجزائر ستكون الأطول قبل دخول مالي. صمت قليلا ثم أضاف أن عليهما أن يكونا حذرين، فقد يعترض سبيلهما إرهابيون أو قطاع طرق. لم تعقب كاترين على ذلك، تعلم أن رحلتهما كلها مغامرة. كانت بلدة أولف أول تجمع سكني صادفاه. أثناء الطريق عاد الزوجان إلى الحديث عن أوليفييه، ذلك الفرنسي الشاب الذي التقياه في عين صالح. قال بغناغ
إنه كلما تمعن قصة أوليفييه ساورته شكوك في حقيقة ما حكاه. صحيح أنه تعاطف معه وقدم له بعض المال، ولكنه في قرارة نفسه يظن أن ذلك الشاب ليس وحيداً، أو هو كذب حين قال إنه يريد العودة إلى فرنسا. كانت كاترين تتأمل المدى حتى خيل لبرنار أنها لا تسمعه، ولكنها فاجأته بأن قالت له إنها أيضاً تظن أن ذلك الشاب يخفي أمراً. انتهى حديثها عنه عند ذلك الحد. على مدى يوم ونصف اليوم ظلت عربة الكامبينغ كار تلتهم الإسفلت الذي يسلك بحراً من الرمال والصخور. توقف في رجان، هناك أمضي الليل. في الصباح باكراً وقبل أن تلهب الشمس الهواء انطلق يريدان إلى تيمياوين. تناوبا على سياقة الكامبينغ كار، لا يريدان التوقف قبل تيمياوين. لما وصلاها كانت الشمس قد غابت منذ ساعتين. ليس في تيمياوين الكثير مما يمكن استكشافه، ولذلك عجل بالرحيل في الصباح وأخذ وجهة برج باجي مختار. وقبل أن يصلاها عبر الحدود إلى الخليل، وكانت البلدة الأولى التي صادفاها بعد أن دخل مالي. بعد 4 أيام وصل إلى مدينة تامبوكتو التاريخية. كان هناك الكثير مما أسر اهتمام بيرنار أستاذ التاريخ المتقاعد. الطريق إلى باماكو مكنتهما من اكتشاف الكثير في مالي، ولكن الحياة في باماكو والعاصمة تبدو مختلفة. سريعاً لاحظ وجود أجانب كثيرين، ومنهم بل لعل أكثرهم من الفرنسيين. بعد جولة استكشافية ركن سيارتهما في موقف على ضفة نهر النيجر. قالت كاترين إنها مدينة جديرة بالاستكشاف. في اليوم التالي وجد مكاناً لركن الكامبينغ كار لعدة أيام، وكذلك أنزل دراجتيهما الهوائيتين للتجول في المدينة وسبر خبايا أحيائها. سارا يترددان على الأسواق ويعبران دون أن يثير الانتباه ويرتادان المقاهي، وكانا لا يخفيان ارتياحهما للأجواء العامة. وذات صباح بينما هما يتناولان فطورهما في مقهى في شارع بوانكاري، لفت انتباههما مرور أوليفييه، ذاك الفرنسي الشاب الذي التقياه في عين صالح في الجزائر، والذي قال إنه يريد العودة إلى فرنسا. التفت بيرنار إلى زوجته وقد فتح عينيه حتى جحظتا. أليس ذاك الشاب هو أوليفييه؟ لا أشك في ذلك، إنه هو، قالت كاترين، إنه هو. ولكن ألم يقل إنه يريد العودة إلى فرنسا؟ ما الذي جاء به إلى باماكو؟ أرى أن ظنوني كانت في محلها، أظن ذلك. عدا اسمه أوليفييه ذاك الذي قال لهما إنه اسمه، وعدا ما قاله من أنه من تولوز وأنه أنهى دراسته قبل 2 وأنه حاصل على الماستر في الفيزياء، عدا ذلك لم يكن بيرنار وكاترين يعرفان شيئا آخر عنه، بل إنهما يظنان أنهما لا يعرفان عنه شيئا. لقد كذب حين قال إنه يريد العودة إلى فرنسا، ولكن ما الداعي لديه كي يكذب؟ كان ذاك سؤالا يحير بيرنار كورياك، وقد هم بالجري وراءه ليدركه، ثم تراجع واستقر على كرسيه. قال لنفسه إنه حتما سيصادفه في مكان ما من باماكو. عم طاولتهما صمت لعدة دقائق، ولم تكن كاترين قل استغرابا من زوجها لهذا الظهور المفاجئ لذلك الشاب الذي قال إنه فرنسي يدعى أوليفييه. ثم إنها التفتت إلى بيرنار مبتسمة ببعض اللؤم، وضعت كفها على كفه وقالت: حبيبي، هي قصة أظنها ستكون شيقة، ولدينا من الوقت في باماكو ما يكفي لاتباع بعض خيوطها إذا لم يتسن لنا الإحاطة بكل خباياها. نظر في عينيها بتركيز، حرك رأسه موافقا وتبسم. قام بيرنار من مكانه وناداه: أوليفييه، أوليفييه. ولكنه لم يلتفت إليه، قد لا يكون سمعه. كذلك قدر بيرنار الذي واصل التقدم نحوه: أوليفييه، أوليفييه.
لم يلتفت بالرغم من أنه يكاد يمسك به من قميصه. تساءل إن كان الرجل شبيها لأوليفييه الذي التقاه في عين صالح، ثم بعد أن تردد قليلا أمسك به من قميصه. التفت الشاب إليه، لم يعد يخامر برنار أي شك، إنه هو. نظر في عينيه وهو يبتسم. هل تذكرني؟ تأمل الشاب وجهه، ولعله هم ليقول بأنه لا يعرفه، ولعل برنار أحس بذلك فبادر. أنا برنار، لقد التقينا قبل أسابيع في عين صالح في الجزائر، هل تذكر؟ نعم، الآن تذكرت. لم يتوقع برنار أن يتعامل معه أوليفييه بذلك البرود. ألم يساعده حين كان محتاجا؟ ثم لماذا لم يجب لما ناداه باسمه أوليفييه؟ كل ذلك يذكي لديه شكوكا جديدة. دعاه إلى طاولته حيث تجلس كاترين، ولكنه اعتذر وقال إنه على موعد مع شخص آخر. وكذلك لم تتح لبرنار الفرصة ليسأله عن سر عودته إلى مالي بعد أن قال إنه عائد إلى فرنسا. عاد إلى زوجته وحكى لها كل شيء. رفعت بصرها نحو عمق المطعم فرأته جالسا مع رجل خمسيني ملامحه أوروبية. قالت إن وراء أوليفييه أسرارا وقضايا فيما يبدو. نهض برنار وتبعته كاترين يريدان مغادرة المطعم. سدد فاتورة الغداء وخرج. ركب كل واحد منهما دراجته وانطلق سريعا. انسكب في جادة الأمة أفنيو دو لا ناسيون. في المرآة العاكسة انتبه برنار إلى أن سيارة حمراء تتبعهما منذ فترة، وأن صاحبها لم يتجاوزهما ويبدي إصرارا على أن يظل خلفهما. ثم لما هم بدخول الزنقة 309 انطلقت السيارة مسرعة فجأة، وأراد سائقها أن يدهس برنار الذي كان متوجسا من وجودها خلفهما. قفز من دراجته واندفع يتدحرج على الرصيف. دهست السيارة الحمراء دراجته، سمع هيكلها ينكسر. ثم واصلت السيارة المجنونة سيرها في الأفينيو دو لا ناسيون. جرى نحوه بضعة أشخاص من المارة. ظلت كاترين واقفة مذهولة. لم يصب برنار سوى ببعض الكدمات السطحية. نهض من مكانه، نظر إلى دراجته، لقد صارت أشلاء مفتولة. بعد انتظار استمر نحو نصف ساعة، سمع من بعيد مزمار سيارة الشرطة. أخذت أقواله وسجل ما حدث في خانة حوادث السير العادية. عاد الزوجان إلى حيث يركنان سيارتهما. كانت تلك الحادثة أسوأ ما حدث لهما منذ أن بدأ رحلتهما. في العربة قال برنار لزوجته إنه يخشى أن يكون مستهدفين. قال لها إن تلك السيارة الحمراء، تلك التي حاول سائقها دهسه، كانت تتبعهما منذ أن خرجا من المطعم. ولكن لماذا يستهدفان؟ لم يكن لدى أي منهما جواب شاف. في اليوم التالي بينما هما يتمشيان على ضفة النهر ظهر لهما أوليفييه. قال برنار لزوجته إن عليهما أن يتجاهلاه كما تجاهلهما من قبل، ولكنه قصدهما، بدا وكأنه كان يبحث عنهما. لما اقترب ورأى الكدمات التي على وجه ومرفق برنار سأله متظاهرا بقلقه حيال الذي حدث له. صمت برنار قليلا ثم قال له إنه تعرض لمحاولة دهس بسيارة، وإنه لا يعلم سببا لذلك ولا يعرف شيئا عن الشخص الذي قام بتلك المحاولة. اكتفى أوليفييه بتذكيره بضرورة أخذ الحيطة، لم يضف شيئا وانصرف. بالنسبة لبرنار لم يكن ظهور أوليفييه في طريقهما على ضفة النهر صدفة، لا شك أنه سعى إلى هذا اللقاء. أبعد من ذلك، أسر برنار لكاترين زوجته بأنه يشك في أن يكون أوليفييه وراء محاولة الدهس. واصل سيرهما على ضفة النهر، ولما اقتربت ساعة الغروب جلسا إلى طاولة مقهى. وبينما هما يحتسيان قهوتهما
وقف عندهما رجل بدا لهما ماليا ذا بنية قوية. هل أنت السيد كوغياك؟ نعم، من أنتم؟ أنا من الأمن، وأرجو أن ترافقني إلى مركز الشرطة القريب. رافقته زوجته وتبع الرجل. على بعد أقل من 200 متر يوجد مقر مفوضية الشرطة، وقد ظن بغناغ أن رجل الشرطة جاء يطلبه في شأن محاولة الدهس التي تعرض لها. لما وصل إلى المفوضية وأدخل مكتبا ظن أنه مكتب الرئيس، فوجئ بوجود أوليفييه هناك. كان يبدو شاحبا، وقد استغرب لذلك التبدل الذي طرأ على سحنته. نهض الضابط الذي كان يجلس خلف المكتب، على صدر قميصه ميداليات وعلى كتفيه نياشين. السيد برنار كورياك؟ نعم سيدي. هل تعرف لما استدعيناك؟ لا سيدي، لا أدري على وجه التحديد. دعاه وزوجته إلى الجلوس على كرسيين متقابلين ثم استأنف حديثه. لن ندعك تنتظر طويلا، لا أظنك تشك في أننا نعرف كل تحركاتك منذ وصولك إلى باماكو، وليس لدينا ما نؤاخذك به غير أن معرفتك بهذا الرجل. وأشار إلى أوليفييه الذي كان يقف في زاوية المكتب وإلى جانبه رجل شرطة، تدفعنا إلى أن نسألك عن ذلك. كان برنار يصغي باهتمام إلى ما يقوله الضابط، وعليه أن يجيب، وحكى كيف التقاه للمرة الأولى في عين صالح هناك في الجزائر، ووصف الظروف التي كان فيها ذلك اللقاء، ثم ذكر كيف فاجأه وجوده في باماكو بعد أن أبلغهما هناك في عين صالح بأنه يريد العودة إلى تولوز مدينته في فرنسا، وكيف حاول التهرب منهما لأسباب قال برنار إنه لا يعرفها ولا تعنيه بأي حال من الأحوال. قال الضابط بصوت رخيم إن هذا الرجل متورط في جريمتي قتل في فرنسا مقرونتين بالسرقة، وإن مصالح الأمن الفرنسية أصدرت مذكرة دولية لتوقيفه. صمت الضابط قليلا وأضاف: يا سيد كوغياك، إن هذا الذي يزعم أن اسمه أوليفييه إنما اسمه الحقيقي باتريس بلونشار، وهو الذي دبر محاولة الدهس بالسيارة التي تعرضت لها قبل 3 أيام. لم يدع له الضابط مجالا لتساؤل آخر، وقال له إنه كان يشك في أنك مخبر للشرطة الفرنسية وإنك كنت تتقفى أثره. التفت برنار نحوه، لم يجرؤ على النظر في عينيه، كان ينظر إلى أرضية المكتب. تم تحرير محضر رسمي، وطلب من برنار وزوجته أن يوقع عليه، ما أن فعل حتى نهض الضابط من جديد من كرسيه وقال لهما: أتمنى لكما مقاما طيبا في باماكو. في مستهل القرن الماضي، لما تقوت المطامع الفرنسية في المغرب، كان الشيخ أحمد الضعيف شيخا لإحدى القرى القريبة من الحدود المغربية الجزائرية. تعاون الرجل مع الفرنسيين وساهم في التمهيد لدخولهم الأراضي المغربية، ولذلك بعد أن فرضت الحماية الفرنسية على المغرب تمت مكافأته من قبل أول مقيم عام فرنسي في المغرب، وتم تعيينه قائدا على عدة قبائل من تلك المنطقة الحدودية الهامة. كانت سلطات الحماية الفرنسية تشجع المتعاونين معها على تسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية، ولم يكن الشيخ أحمد استثناء، فقد سجل ولده الأصغر محمد في مدرسة فرنسية تابع فيها دراسته الابتدائية، ثم انتقل إلى الرباط حيث تابع دراسته الثانوية. بعد سنوات تمكن الشاب من الالتحاق بمدرسة حربية في فرنسا، تخرج منها في العام 42 900 وألف، وقتها كان في 24 من العمر. بعد تخرجه شارك في الحرب التي خاضتها القوات الفرنسية، وشارك في حرب تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. لما عاد إلى المغرب كان برتبة قبطان، ولمكافأته على ما قام به تم إلحاقه بالإقامة العامة الفرنسية في الرباط،
ولكن عمله بها لم يدم طويلا، إذ حصل المغرب على الاستقلال في العام 56-900 وألف. كان الضابط قد تشبع بالثقافة الفرنسية، ولذلك كان حريصا على أن يربي أبنائه تربية غربية بعيدا عن الثقافة المغربية الإسلامية. كانت صغرى أبنائه تسمى ماريا، ولكنها ما أن بدأت تعي حقيقة محيطها الاجتماعي حتى بادرت إلى تغيير اسمها من ماريا الضعيف إلى ماري دايف. ما أن بلغت الفتاة 15 من عمرها حتى كانت تتصرف بحرية لا تحدها حدود. كانت تسمح لنفسها بالمبيت خارج البيت وباتخاذ الخلان وشرب الخمر، بل والتعاطي لأصناف من المخدرات. لم يكن والدها ولا والدتها يتدخلان فيما يريانه حياتها الخاصة. كذلك نشأت ماريا الضعيف أو ماغي دايف، حفيدة القائد الضعيف. اسم تردد في 25 من غشت من العام 92-900 وألف في مكاتب المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالرباط. كانت قضية جنائية خطيرة عرضت على رئيس تلك المصلحة العميد رضوان الدحمان، الذي طلب منه أن يباشر التحقيق فيها. في ذلك اليوم اكتشفت الآنسة ماريا ميتة في غرفتها في منزل والدها الذي صار جنرالا في الجيش. على منضدة قرب الفراش عثر على ورقة كتب عليها: السائق فؤاد قتلني. كان العميد الدحمان قد أمر بألا يقترب من الغرفة أي شخص مهما كان. كان ينتظر وصول رجال مسرح الجريمة. كانت الفتاة ممددة على الفراش شبه عارية. كان يظهر على مستوى أسفل الذراع الأيسر جرح بدا وقد أحدث بأداة حادة. دم كثير نزف من ذلك الجرح وسال على الفراش وأرضية الغرفة. كان الدم متخترا. في جانب من الغرفة على الأرض سقطت شفرة حادة كوتر كتلك التي تستعمل في المكاتب، وقد غطتها طبقة من الدم المتختر ومحت كل أثر للبصمات التي قد تكون عليها. لاحظ العميد أن الجثة مالت إلى التصلب، بما يوحي أن الوفاة حدثت قبل عدة ساعات. بعد أن رفعت الجثة وحملت إلى مستودع الأموات، قام العميد ورجال مسرح الجريمة برصد ما في الغرفة. تم رفع الفراش وتفتيش الدرج. اكتشفت أقراص من الشيرة وعلبة معدنية بها مسحوق أبيض. أمر العميد بتحليل المسحوق في عين المكان. تبين أنه مخدر الكوكايين. كان والد الهالكة يتابع عملية تفتيش الغرفة. لما قال العميد إنه الكوكايين بدا الضابط وقد صعق. لم ينبث ببنت شفة، ظل صامتا. قام العميد بحجز ما تم العثور عليه، وفي جملة المحجوزات تلك الورقة التي كتب عليها: السائق فؤاد قتلني. أمر العميد بنقل السائق فؤاد، وكان جنديا في خدمة الجنرال، إلى المفوضية لاستجوابه حول طبيعة علاقته بالهالكة ماريا الضعيف. كان الشاب يبدو مضطربا منذ أن علم بمصير ماريا. كان الاضطراب الذي يبدو عليه يدفع إلى الشك في تورطه في موت الشابة. كان العميد قد أمر أيضا بأخذ بصمات السائق فؤاد بغاية الحصول على كل المعلومات قبل الشروع في استنطاقه. توجه العميد رضوان الدحمان إلى المستودع البلدي للأموات. كان الطبيب الشرعي ينتظره. وضعت جثة ماريا على طاولة، كانت مجردة من كل ثوب. انتهى الطبيب بعد معاينة أولية للجثة إلى أن الفتاة لم تكن بكرا، كما أن على مستوى بطنها علامات قد تكون آثار خضوعها أكثر من مرة للإجهاض. كما لاحظ الطبيب أن لون بشرتها صار يميل إلى السواد، وهو ما ينتج في الغالب على الإفراط في التعاطي للمخدرات. قال الطبيب إن الجرح العميق أسفل الذراع الأيسر نتج عن أداة حادة قطعت الشريان وتسببت في نزيف غزير. طلب العميد الإذن من ممثل نيابة العامة لإجراء تشريح للجثة. كان المطلوب تحليل ما في معدة الشابة الهالكة. وافق نائب وكيل الملك بالرغم من اعتراض والد ماريا. بسرعة
باشر الطبيب الشرعي عملية التشريع، أفرغ ما في معدة الجثة وبعث به إلى المختبر الوطني مرفوقا برسالة رسمية يطلب فيها بالتعجيل بإجراء التحاليل المخبرية. عاد العميد الدحمان إلى المفوضية. كان المفتشون الذين أوكل إليهم التنقيب حول فؤاد واسمه الكامل فؤاد السبيل قد خلصوا إلى أن الشاب ليس من ذوي السوابق. استنتج العميد أنه بما أن فؤاد جندي فقد صار لزاما للانتقال إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية للبحث في ملفه. أفادت المعلومات المتوفرة بأن الجندي الشاب أنهى تكوينه الأساسي بتفوق، وتم تعيينه سائقا شخصيا للجنرال أحمد الضعيف الذي كلفه بالعمل في بيته. أفادت المعلومات أيضا بأن الجندي فؤاد السبيل عرف بانضباطه وحسن أخلاقه. كانت الورقة التي عثر عليها بجوار فراش ماريا والتي كتب عليها فؤاد السائق قتلني تلزم العميد بإخضاع الشاب إلى التحقيق. لما أوتي به إلى القاعة كان مضطربا ولا يقوى على التركيز، كان شارد الذهن، ولعله لم يكن على وعي كامل بخطورة الموقف الذي يوجد فيه. كان وهو يرد على أسئلة الباحثين يكتفي بالقول المرة تلو الأخرى أنه جندي في خدمة الجنرال وأنه ملزم بطاعته، وإن قتل ابنته لم يكن بين التعليمات التي تلقاها. سأله العميد عن السبب الذي جعل ماريا تترك تلك الرسالة حيث تتهمه بأنه من قتلها. لم يجد الجندي الشاب جوابا، واكتفى بأن طلب من العميد أن يدقق البحث لكشف الحقيقة. لمح إلى أن ما يجب التدقيق فيه سلوك الهالكة. أمر العميد بالإبقاء على الجندي رهن الحراسة النظرية. بدا وقد قرر التنقيب في محيط ماريا أو ماغي دايف كما كانت تحب أن يناديها معارفها. كانت الثانوية الفرنسية حيث كانت تدرس ماريا الوجهة الأولى للعميد الدحمان. علم من الإدارة أنها طردت من الثانوية لما كانت في 16 حين ضبطت وهي تشرب الخمر داخل المؤسسة وحين وجدت معها كمية من المخدرات. علم أيضا أنها كانت تقيم علاقات عاطفية مع كثير من المراهقين من زملائها، كما أن أساتذتها كانوا يشتكون من سلوكها ومن استهتارها بنظام الثانوية. في اليوم التالي وكانت جثة ماريا قد سلمت إلى أسرتها لدفنها، توجه العميد إلى منزل الهالكة. كان يريد استجواب بعض العاملين في المنزل، ولكنهم كانوا منشغلين باستقبال معارف وأقارب الجنرال الذين جاءوا معزين. انتظر العميد لحظة حمل النعش إلى المقبرة وتسلل إلى المنزل. لاحظ أن امرأة توحي ملامحها بأنها تخطت 60 تجلس في مخزن المواد الغذائية، كانت تبكي. اقترب منها العميد، كان يريد أن يعلم منها ما لم يستطع أن يناله من الآخرين. تحدثت المرأة بلا تحفظ، قالت إنها في خدمة عائلة الجنرال الضعيف منذ أكثر من 20 عاما، وإنها ارتبطت بماريا منذ ولادتها، رأتها تكبر وتابعت كل مراحل حياتها وما حدث على طبعها من تبدل. قالت إنها هي التي لم ترزق الولد، ما بقيت في هذا البيت إلا على أمل أن ترى يوما ما ماريا وقد عادت إلى رشدها وتخلت عن الخمر وعن المخدرات وعن ملاحقة الشبان والتحرش بهم. ما كان يهم العميد الدحمان أن يعرف موقع السائق فؤاد في كل ما كان يحدث. قالت المرأة إن ماريا كانت تتحرش بالعاملين في المنزل ولم يكن منهم من يرد لها طلبا خشية الطرد من العمل إلا فؤاد. علم العميد من المرأة أن ماريا لاحقته شهورا ولكنه صمد في وجهها. ولما يئست منها قالت المرأة هددت بقطع وريدها وبأن تلفق له تهمة قتلها. كان العميد يسجل أقوال المرأة وهو يستحضر تلك الورقة التي كتب عليها فؤاد السائق قتلني. أبلغ العميد تلك المستجدات إلى ممثل النيابة العامة الذي أمره بأن يعجل بإتمام البحث
ما أن يتوصل بنتيجة الخبرة، كما طلب منه أن يعمل على تقديم المرأة أمام قاض للتحقيق حتى يتسنى توثيق أقوالها. في ذلك اليوم جاءت نتيجة تحليل ما عثر عليه في معدة الهالكة ماريا الضعيف، وما عثر عليه في معدتها كمية من الكوكايين ابتلعتها. بالنسبة للمحققين لم يعد هناك شك في أن ماريا الضعيف أو ماغي دايف انتحرت. أخلي سبيل فؤاد ثبت أن ماريا مضت في تهديدها له حتى النهاية. في العام 60-900 تم تعيين العميد محمد جرادة رئيسا لمفوضية الشرطة في سوق أربعاء الغرب. كان قبل ذلك مساعدا لرئيس إحدى المفوضيات في الدار البيضاء. جاء تعيينه مكافأة له على نجاحه في فك لغز قضية جنائية معقدة. كان العميد قد اشتهر بدهائه وقدرته على الوصول إلى الجناه وعلى كشف أسرار قضايا عدة في وقت وجيز، وقد تسببت له تلك الشهرة في الإغراق في الغرور والإفراط في الثقة بالنفس. يذكر زملاؤه أن همه الأكبر هو أن يتسلق السلالم بسرعة، ولذلك لوحظ أنه صار يبني كل ما يقوم به على أساس السمعة التي يتمتع بها بين رؤسائه، وكانت النتيجة أنه صار يبتعد عن التدقيق فيما يقوم به، وصار الارتجال سمة بارزة في عمله. بالنسبة إليه لا أحد يستطيع أن يطعن في الخلاصات التي ينتهي إليها، ولا أحد يستطيع أن يجادله الرأي، أليس هو العميد المشهور محمد جرادة؟ صباح 15 من أكتوبر من العام 60-900 في دوار بوشبكة الذي يقع بضاحية مدينة سوق أربعاء الغرب، اكتشفت جثة رجل قرب سقاية الدوار. اسمه محمد العيساوي، 50 معروف في المنطقة. كانت الجثة تحمل جرحا غائرا في الرأس تسببت فيه أداة لم يتم التعرف على طبيعتها. كانت تلك الخلاصة الوحيدة التي توصل إليها العميد محمد جرادة الذي انتقل إلى عين المكان رفقة الطبيب الشرعي الذي رجح أن يكون الرجل قد قتل قبل ليلة واحدة على أبعد تقدير. طبيعي أن يبدأ التحقيق من محيط الضحية. كان محمد العيساوي من سكان دوار بوشبكة، هذا الحي الصفيحي الذي يأوي عائلات العمال الفلاحيين الذين قدموا من مختلف أنحاء المنطقة للعمل في الضيعات والحقول الخصبة المحيطة بسوق أربعاء الغرب. في الزقاق الذي يقطنه محمد العيساوي ما زال الناس يذكرون تلك المشاجرة التي وقعت عصر أمس بين محمد العيساوي وجاره إسماعيل بوسلهام. كان ابنان لهما يلعبان بالقرب من منزليهما، كسر ابن إسماعيل لعبة ابن العيساوي. خرج الأخير لما سمع بكاء ابنه وصفع ابن الجيران. إثر ذلك خرج إسماعيل بوسلهام واشتبك مع العيساوي. سقط إسماعيل أرضا وسخر منه الجيران. دخل منزله مسرعا وخرج يحمل هراوة وهو يتوعد العيساوي بالقتل. في نهاية المطاف تدخل بعض الجيران وهدأت الأمور. كان عهد الناس الأخير بمحمد العيساوي شجاره مع جاره إسماعيل بوسلهام في معركة أثارت الكثير من الغبار والصياح في الزقاق. لما اكتشفت جثة محمد العيساوي لم يسأل كثيرون عن القاتل. اتخذ العميد محمد جرادة تلك الوقائع مرتكزا للقبض على إسماعيل وإخضاعه لبحث معمق. بعد ليلتين من الاستنطاق انهار الرجل وأقر بأنه من قتل جاره. جاء في المحضر أنه اعترف بأنه كان يتربص بالهالك محمد العيساوي، وأنه استغل وجوده في مكان مظلم قرب سقاية الدوار فوجه إليه ضربة قوية بالهراوة التي يحملها، أصابه في الرأس، ولما هوى على الأرض غادر المكان واختفى. اكتفى العميد بهذا الاعتراف ولم يكلف نفسه عناء توفير الدلائل ولا الحجج التي تؤكد أو تنفي صحة ما أقر به إسماعيل بوسلهام. أنهى البحث وتم تقديم الرجل أمام المحكمة الإقليمية بالرباط
التي كانت وقت ذاك مختصة بالنظر في القضايا التي تقع في إقليم الرباط الممتد من العاصمة إلى عرباوة، وقد كانت زمن الحماية الفرنسية نقطة الحدود بين المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية وتلك الخاضعة للحماية الإسبانية في الشمال. كانت قضية دوار بوشبكة قضية أخرى تمكن العميد محمد جرادة من فك لغزها في زمن قياسي وتقديم الضنين إلى المحكمة، ولذلك بعد أيام تم تعيينه على رأس مفوضية أكبر من مفوضية سوق أربعاء الغرب. كان مساعدوه ملزمون بالصمت، ولم يكن أي منهم يجرؤ على معارضة العميد جرادة أو الإدلاء برأي يخالف رأيه. كان كثير منهم يعلمون المآسي التي يتسبب فيها تسرع العميد، كان يكثف الضغط على أول مشتبه فيه يقع في يده ويدفعه إلى الاعتراف بأفعال لم يقم بها ويقر بما لم تقترفه يده. لما رحل العميد محمد جرادة عن مفوضية سوق أربعاء الغرب تم تعويضه بضابط كان يعمل في المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالرباط. كان رجلا في نهاية مساره المهني يتصف بالرزانة وعدم التسرع في إصدار الأحكام، اسمه الحاج اليماني فضول. استطاع الرئيس الجديد لمفوضية سوق أربعاء الغرب أن يحظى بثقة معاونيه منذ الأيام الأولى، وهو ما مكنه من صورة واضحة على الطريقة التي كان يشتغل بها سلفه. ألسن كثيرة فكت عقدها ونطقت بما سكتت عنه طويلا. علم الحاج اليمني فضول أن العميد جرادة لم يكن يقيم وزنا لما يبذله مساعدوه من جهد من أجل التوصل إلى الحقائق والحجج التي تسندها، وكان يتهمهم بالتقاعس، وفي أحيان كثيرة كان يستغني عنهم ويباشر التحريات بمفرده ثم ينفرد باتخاذ القرار ولو كان قرارا غير صائب. الذي كان يهمه أن يبقى في نظر رؤسائه ذاك العميد الذي له قدرة خارقة على حل ألغاز الجرائم وفك طلسماتها. عادت قضية دوار بوشبكة إلى الواجهة، ذلك أن إسماعيل بوسلهام الذي اتهم بقتل جاره محمد العيساوي دفع ببراءته من المنسوب إليه، وصرح بأن الاعترافات التي تضمنها محضر الشرطة كانت اعترافات أكره على الإدلاء بها. في الحقيقة لم تجد المحكمة في الملف الخاص بقضية دوار بوشبكة ما يمكن الاعتماد عليه من أدلة لإصدار الحكم، ولذلك أبقي على إسماعيل رهن الاعتقال الاحتياطي، وطلب من الضابط الحاج اليماني فضول أن يعيد البحث في هذه القضية. وما أن باشر التحري في هذه القضية حتى جاء مفتش بمعلومة ذات أهمية كبرى. أفاد المفتش بأن اسم الضحية محمد العيساوي ورد ضمن أطراف قضية إرث مستعصية عرضت مؤخرا على القاضي الشرعي بمدينة سوق أربعاء الغرب. تأسيسا على تلك المعلومة انتقل الضابط الحاج اليمني إلى مقر المحكمة الشرعية للقاء بالقاضي، وكان رجلا يحظى باحترام كبير لدى الخاص والعام. علم الضابط الحاج اليمني من القاضي الشرعي أن محمد العيساوي الذي قتل هو الابن الأكبر لشيخ قضى قبل 10 سنين وخلف تركة هامة هي أراض فلاحية شاسعة، كما علم أن الشيخ قبل وفاته كان قد تزوج امرأة شابة مات عنها وهي حامل، وولدت ذكرا تم الإقرار به وريثا شرعيا إلى جانب أمه وشقيقه الأكبر محمد العيساوي. علم الضابط أيضا أن ما يعيق تصفية التركة وتقاسم الإرث طعن تقدم به شقيق أرملة الشيخ أم الأخ الصغير لمحمد العيساوي، يدعي فيه أنه لا يحق لمحمد العيساوي أن يكون وريثا لأنه مولود لزواج عرفي لم يتم توثيقه. علم الضابط أيضا أن القاضي الشرعي قضى بحق محمد العيساوي في الإرث ما دام أن والده قد اعترف به قيد حياته ولدا شرعيا وأن لا أحد نازع في ذلك. ما اكتشفه الضابط الحاج اليماني فضول
يلقي بظلال من الشك على الخلاصات التي انتهى إليها بحث العميد السابق لسوق أربعاء الغرب محمد جرادة، كما أن المعطيات التي استقاها من القاضي الشرعي تدفع إلى التساؤل عن المستفيد من قتل محمد العساوي. استمع الضابط من جديد إلى إسماعيل بوسلهام الذي اعترف بأنه في لحظة غضب هدد بقتل محمد العساوي، ولكنه أنكر وبقوة أن يكون قتله. استمع الضابط إلى أرملة العساوي، قالت إنها لم تلاحظ أي عداوة أو توتر في العلاقات بين زوجها الهالك وزوجة أبيه، بل إن شقيق الأخيرة كان من الناس الذين يجالسونه يوميا، بل كان معا يبحثان كيفية تصفية الإرث. قالت أرملة العساوي إن زوجها يوم قتل كان على موعد مع شقيق زوجة أبيه. كانت هذه المعلومة مدخلا للاستماع لشقيق زوجة الأب، ولكنه أنكر كل صلة له بالهالك، وقال إن ما قالته أرملة العساوي هو من نتاج خيالها. بعد يومين بشكل تلقائي تقدمت أمام الضابط أرملة العساوي وأبلغته بأن القاضي الشرعي طلب منها أن تمثل أمامه وتحضر معها دفتر الحالة المدنية لزوجها، فردت بأنه سلمه إلى شقيق زوجة أبيه يوم قتل. لم يظهر العميد اهتماما بالموضوع في حضور أرملة العساوي، ولكنه كان موقنا بأهمية ما قالته المرأة، وعدها بالتدخل لمساعدتها على استرجاع كناش الحالة المدنية. قرر الضابط أن يباغت زوجة أبي العساوي وشقيقها في منزلهما. رافقه عدد من مساعديه، دخل المنزل وقام بعملية تفتيش دقيقة مكنت من اكتشاف دفتر الحالة المدنية للهالك محمد العساوي. لما سأله العميد أجاب بأن العساوي هو الذي سلمه إياه. كان هذا الرد كافيا لاستجوابه من جديد، فقد سبق أن أنكر كل علاقة له بمحمد العساوي. في مقر المفوضية أخضع لعملية استنطاق مفصلة أثمرت اعترافات مفصلة. اعترف بأنه من قتل ربيب شقيقته، قال إنه كان حاضرا لحظة الشجار بينه وإسماعيل بوسلهام جاره، وسمع بوسلهام يهدد العساوي بالقتل. اعترف أيضا أنه كان على موعد مع الهالك لتفقد أرض تدخل ضمن تركات والده، ولما وصل إلى هناك وكانت الأرض في مكان خال من السكان، فكر أن لو قتله فسينهي منازعته شقيقته في الإرث، كما أن لا أحد سيشك في أن القاتل هو إسماعيل بوسلهام، فقد هدده على مسمع ومرأى من الجميع. ضربه بهراوة على رأسه، ولما أيقن أنه مات حمله في عربته ورمى بالجثة ليلا قرب سقاية الدوار. تمت إعادة تمثيل الجريمة كما أحضرت أداتها. ثبتت براءة إسماعيل بوسلهام، وافتضحت طريقة عمل العميد المتسرع محمد جرادة الذي قدم استقالته واختفى من المشهد. في شارع الشفشوني بفاس بناية سكنية قديمة من طابقين تقطنها منذ زمن غير قصير عدة عائلات، وفي الطابق الأرضي محلات تجارية ثلاثة. أصغر تلك المحلات وهو لا يتجاوز 5 أمتار مربعة يستغله بائع الزريعة حبات دوار الشمس أو عباد الشمس، وكان المحل يعرف إقبالا كبيرا لولع الناس بشراء الزريعة والحمص والفول السوداني، وقد ألف السكان في شارع الشفشوني أن يشاهدوا أبا عبد الخالق وهو يقلب الزريعة أو الحمص على الموقد الذي نصبه في باب المحل، وهو موقد لا تخبو ناره إلا حين يغلق أبا عبد الخالق دكانه ليلا أو أيام الجمعة. في العام 2009 اشترى المقاول علال الورغي تلك البناية السكنية، وكان يريد هدم البناء القديم وتشييد عمارة سكنية حديثة محله تتكون من عدة طوابق، وأن يجعل الطابق الأرضي منها مركزا تجاريا. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب أو الاهتمام حتى،
فقد درج المقاولون العاملون في مجال العقار في فاس كما في مدن أخرى على شراء المباني القديمة وهدمها وتشييد عمارات عصرية محلها. في مثل هذه الحالات كان المقاول عادة ما يجري تسويات مع المكتارين للشقق السكنية أو الذين يستغلون المحلات التجارية، ولم يخرج عن تلك القاعدة المقاول علل الورغي، وتسنى له الاتفاق مع كل سكان تلك البناية القديمة التي اشتراها في شارع الشفشاوني، كما توصل إلى اتفاق مع بائع الكتب القديمة ومع جاره البقال، ولم يبق له إلا الاتفاق مع ملز الرعا. وقد تعذر التوصل إلى اتفاق مع أبا عبد الخالق التواتي الذي كان يرى أن ما يعرضه المقاول الورغي لا يكفي لتعويضه عن الضرر الذي سيلحق به بسبب التخلي عن محله. لم تنفع المقاول علل الورغي الدعوى القضائية التي أقامها على ملز الرعا، ولم يجد تدخل السلطات المحلية. لم يبق أمام صاحبنا المقاول سوى منفذ وحيد، أن ينتظر 3 أعوام حتى يتمكن من إفراغ أبا عبد الخالق من المحل وبقوة القانون. ولكن الانتظار 3 سنوات يعني تأجيل المشروع وخسارة مالية هامة، وفي أحسن الأحوال تفويتا لفرصة ربح أفضل. كان المقاول قد تمكن من إفراغ العمارة من السكان كما أفرغ المحلين التجاريين، وقد نصحه أحدهم بأن يفتح أحد المتجرين ويتخذه محلا لبيع الزراعة بما ينافس أبا عبد الخالق ويدفعه إلى الاستسلام والقبول بما يعرض عليه من تعويض. كان بائع الزراعة الجديد يعرض بضاعته بثمن يقل عن الثمن الذي يبيع به أبا عبد الخالق، ومع ذلك فإن زبناء صاحبنا العنيد ظلوا له أوفياء. كثيرون من سكان الحي كبروا في ظل دكان أبا عبد الخالق. فشلت محاولة المقاول الورغي، وشاع في فاس الجديد أن أبا عبد الخالق ملز الرعا قهر مقاولا مشهورا وذا ثراء. أثناء كل تلك المراحل لم يغير أبا عبد الخالق شيئا من عاداته، ظل ينشد بصوته الشجي تلك الأغنيات التي جاء بها من أعماق تافيلالت، وظل موقده مشتعلا. وطبيعي ألا يسر ذلك البتة صاحبنا المقاول. كان للسيد علال الورغي 9 أولاد، وكان أكبرهم ويدعى فؤاد ينوب عن والده في كثير من المعاملات، وكان متحمسا لفتح محل لبيع الزريعة ينافس حانوت أبا عبد الخالق، ولذلك اعتبر فشل تلك الخطة فشلا شخصيا له، وأن له أن يرضى بالفشل وهو ابن الرجل الثري. قرر فؤاد اللجوء إلى وسيلة أخرى في محاولة لإرغام أبا عبد الخالق على إفراغ المحل، فقد أوكل إلى أحد ذوي السوابق أن يؤلف عصابة تهجم على دكان ملز الرعا. ما كان غائبا عن فؤاد أن شبانا كثيرين من الحي كانوا يتابعون عن كثب محنة أبا عبد الخالق، وقد قرروا أن يتضامنوا معه، ولذلك لما هاجم أفراد تلك العصابة محل أبا عبد الخالق للمرة الأولى اضطروا إلى التراجع، لأن أعدادا هامة من شبان الحي كانوا مجتمعين حول الحانوت. لما عادوا خائبين إلى فؤاد أسمعهم من الشتم ألوانا، وأوحى إلى زعيمهم بأن عليه أن يخرب ذاك الدكان وينحي ملز الرعا من طريق المشروع العقاري لوالده. في الوقت نفسه وعد فؤاد أعضاء تلك العصابة بمبلغ مالي سال له لعابهم. بالنسبة لشبان الحي فإن محاولة الهجوم الأولى على حانوت أبا عبد الخالق كانت إنذارا، ولذلك انتظموا يتناوبون على الحضور. بضعة أيام بعد ذلك جاء أحدهم يتظاهر بشراء الزريعة، وضع حبة أولى في فمه ثم بصقها، قال لأبا عبد الخالق إنها مفرطة الملوحة. بدا أن الشاب إنما كان يريد افتعال مشاجرة، ولذلك تدخل أحد شبان الحي ليؤكد له أن أبا عبد الخالق ليس حديث عهد بالحرفة. وبينما كان الشاب يحاول الإقناع وصل إلى المكان 6 أو 7 شبان لم يكونوا من سكان الحي، كانوا يحملون هراوات، وبدون مقدمات هاجموا المحل، عاثوا فيه فسادا، انقلب الموقد واشتعلت النيران. في زاوية قريبة كان يقف شاب من أبناء الحي وبيده هاتفه المحمول، كان يصور الهجوم،
بينما كان شبان آخرون يصدون المهاجمين ويحاولون إخماد النيران. خرج ابا عبد الخالق من محله وحاول الفرار. رمق الشاب الذي كان يصور بهاتفه المحمول وجود فؤاد ابن المقاول علال الورغي، ركز عليه كاميرا هاتفه. كان في تلك اللحظات يأمر أحد أفراد العصابة باللحاق بابا عبد الخالق والقضاء عليه. جرى الشاب وراء ملز الرعة وأدركه قبل أن يدخل زنقة متفرعة عن شارع الشفشوني. كان بيده سكين، طعن ابا عبد الخالق في الظهر. وسط الضوضاء الذي كان يعم المكان لم تسمع صرخة ابا عبد الخالق، ولكنه شوهد وهو يهوي على الأرض. كان الشاب ممسكا بهاتفه النقال يصور. في لمح البصر اختفى المهاجمون. جاء ثلاثة أو أربعة شبان مسرعين نحو ابا عبد الخالق. كان مغمى عليه ولكنه كان على قيد الحياة. في ظهره بقعة دم كبيرة خضبت ملابسه. أحضر أحدهم سيارته، تعاونوا على حمل ابا عبد الخالق ووضعه في السيارة، ثم انطلقوا مسرعين إلى مستشفى ظهر المهرز. أدخل إلى قسم العناية المركزة. في تلك الأثناء حضر إلى مكان الاعتداء عميد الشرطة شفيق الرتبي رئيس الدائرة الثانية للأمن الوطني. وجد ما لا يقل عن 10 أشخاص أبدوا الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم حول الذي جرى. كانوا يجمعون على أن ما تعرض له ابا عبد الخالق ملز الرعة إنما هو من عمل المقاول علال الورغي وولده فؤاد. كان الشبان المتحلقون حول العميد الرتبي يؤكدون أنهم عازمون على الاعتصام في باب ولاية الأمن إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية ولم يتم القبض على المعتدين وعلى رأسهم فؤاد الورغي وتقديمهم إلى العدالة. كان الجو شديد التوتر ذاك المساء في شارع الشفشوني. توارى عن الأنظار ذلك الشاب الذي صور كل الوقائع بهاتفه المحمول. اسمه عصام المدروك، وكان طالبا في السنة الأولى اقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية. بعد أن نقل الضحية إلى المستشفى عاد عصام إلى البيت، قام بتحميل الصور إلى حاسوبه الشخصي، ثم من باب الاحتياط إلى حاسوب آخر في المنزل. تأكد من جودة الصور، ثم شرع في كتابة مختصر عن الوقائع وبعث به عبر البريد الإلكتروني إلى إحدى القنوات التلفزيونية عرفت ببثها مثل تلك التسجيلات المصورة. كانت الإصابة التي تعرض لها ابا عبد الخالق ملز الرعة بليغة، أصابت إحدى كليتيه وتسببت في نزيف داخلي حاد. حاول الأطباء جاهدين إنقاذه ولكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح. فجر ذلك الخامس من يناير من العام 11 و2000 أسلم ابا عبد الخالق الروح في قسم الإنعاش بمستشفى ظهر المهرز. مع ساعات النهار الأولى كان الخبر قد انتشر في فاس جديد كما تنتشر النار في الهشيم. مات ابا عبد الخالق ملز الرعة. في مقر الدائرة الثانية للأمن الوطني كانت الشهادات التي استمع إليها العميد الرتبي تفتقد إلى كثير من التفاصيل، ولم يتمكن أي من الشهود من الإدلاء بما يتيح اعتقال الجنى. وبدا للعميد وكأن دافع الناس الأوحد هو الانتقام من المقاول علال الورغي، ذلك أن كل الشهادات تضمنت إحالة على المقاول الورغي لأنه سعى بكل الوسائل إلى إفراغ ابا عبد الخالق من المحل الذي يستغله لكسب قوته منذ عدة عقود. كان التحقيق في ظل غياب ما يمكن الاعتماد عليه يمضي بوتيرة تنزع إلى البطء. ولكن الذي حدث بعد يومين من مقتل ملز الرعة سيغير مجرى الأمور وسيكسب التحريات إيقاعا سريعا. عصر السابع من يناير شيع سكان الحي بأعداد غفيرة جثمان ابا عبد الخالق تواتي ملز الرعة إلى مثواه الأخير. مساء ذلك اليوم تحت عنوان شاهد على جريمة قتل بثت إحدى القنوات التلفزيونية تسجيل المصور الذي تلقته من عصام المدروك.
أحدث بث ذلك التسجيل وقع الصدمة في الدوائر الأمنية. كان الشريط يظهر بوضوح المهاجمين أثناء اقتحامهم محل با عبد الخالق وتكسير ما به وإحراقه. وفي لقطة تلخص مأساة ملز الرعة يظهر فؤاد ابن المقاول علال الورغي وهو يحرض أحد أفراد العصابة على تصفية با عبد الخالق. يستمر التصوير، يجري الرجل وراء با عبد الخالق يدركه قبل أن يدخل الزنقة المتفرعة عن الشارع، ثم يطعنه في الظهر. يسقط ملز الرعة صريعا ويتوقف التسجيل. تم اعتقال علال الورغي وولده فؤاد وسيقة أمام الوكيل العام للملك، حيث واجه تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه. كانت الحجج دامغة، ولم ينفع المقاول الثري ولا ولده مالهما ولا علاقاتهما. وبعد ساعات تم القبض على أفراد العصابة. ظهر ذلك اليوم تقدم أمام العميد شفيق الرتبي شاب قدم نفسه أنه عصام المدروك. قال إنه الذي صور الجريمة كاملة وبعث بالتسجيل إلى تلك القناة التلفزيونية. قال إنه يريد أن يدلي بشهادته. من حقيبته أخرج عصام قرصا مدمجا. قال للعميد: هذا هو التسجيل الأصلي والكامل للجريمة.